الحمد لله على جليل فضائله وجميل إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: إني جاعل في الأرض خليفة. وقلنا إن هذا هو أول بلاغ صدر من الله بشأن آدم إلى الملائكة، وقلنا إن الملائكة استفهمت: أيخلق الله خلقا جديدا يسفك الدماء وهم يسبحون بحمد الله؟ فأجاب الله: إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على ذلك بأنه وحده القادر على أن يؤتي من العنصر الأدنى ما يفوق العنصر الأعلى، وكل خلق البشر وإيجادهم في صناعاتهم إنهم لا يقدرون أن يجعلوا من الأدنى أعلى أبدا، ولكن الأدنى في يدهم سيظل أدنى لأنهم لا يملكون طلاقة قدرة الحق. قال الله: وعلم آدم الأسماء كلها. وقلنا في هذا السور الكلي أنه لا يعترض على هذا السور بأن أسماء جدت، لأن المسميات قد وجدت ولم تكن موجودة، فهي من وضع الناس ومن وضع الخلق. قلنا إنما وضعوها بألسنتهم التي اتفقوا بها وتواضعوا بها، والألسنة إذا أردت أن تردها تردها إلى الإيه؟ إلى الأصل في الكلام الأول، فكل ما ينشأ عنه إنما يكون من الأصل في الكلام الأول. طيب، يقول هنا السورة الآية تقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني بأسماء هؤلاء، كلمة أنبئوني بأسماء هؤلاء كأن المطلوب من الملائكة أن يعرفوا الاسم، وهؤلاء يعني المسميات، يبقى فيه اسم وفيه مسمى. فما الذي عرض حينما علم الله آدم الأسماء كلها؟ أولا كيفية التعلم، يعني يعلمه إزاي؟ إلهاما بلا علاج، يعني ألهمه بكل أن يعلمها فعلمها. ما تقولش إن ده كتعليم البشر بقى، لأن تعليم البشر يقتضي إيه؟ والمعالجة تستمر مع الزمن امتداد ما يتعلم، ولكن حين يجعلها الله إلهاما فإنه يقذفها في النفس. وعلم آدم، الذي علمه آدم، إنما هي الإيه؟ الأسماء. أيقال أنه علمه الأسماء إلا إذا عارض المسميات وقال هذه اسمها أرض مثلا وهذه اسمها سماء؟ يبقى إذن تعليم الأسماء لا بد أن يعرف فيه المسمى، وإلا يبقى اسم الإيه؟ يبقى لازم إيه؟ يبقى معروف الإيه؟ الاسم والمسمى، لازم كده. فحين علم الله آدم الأسماء أي علمه أن ذلك الاسم يطلق على هذا المسمى، يبقى في عندي حاجتين اتنين: الحاجة الأولى الاسم، والثاني إيه؟ المسمى. الذي عرض على الملائكة هي الأسماء، فقال لهم: يا ملائكة، ما مدلول كلمة السماء مثلا؟ ما مدلول كلمة الكوب مثلا؟ يعني قال الاسم وقال الدي يطلق على إيه؟ ما مدلول كلمة الحصان؟ أو جاء بالحصان وقال لهم: ما اسم هذا؟ يبقى الاختبار يجي كم بكم نوع؟ نوعين. يا ينطق بالاسم ويقول على اي شيء يطلق هذا الاسم، يجيب حته طباشير كده ويطلعها كده، طباشير تطلق على اي شيء؟
يقولك على مادة جيرية سهلة مش عارف يكتب بها. يبقى انت اطلقت الاسم وقلت ايه وطلبت من المجيب ان يقول على ما يطلق هذا الاسم. هذه لون من الاختبار. او انت جئت بقطعة تباشير جديدة كده قلت ما اسمه هذا، يقولك ايه طباشير. اذا فالاختبار يأتي على ايه لونين. اللون الاول ان ينطق بالاسم ويطلب من الممتحن انه يقول مسماه ايه، او يجيب المسمى يعرضه ويقول له ده اسمه ايه. تشوف اللون ده الاختبار اللي جه هنا ايه من اي لون. وعلم ادم الاسماء، نقول له ما هو مادام ما يمكنش يتعلم الاسماء اذا سرد له حفظه شويه اسماء بدون ان يعرفه مدلول كل اسم على المسمى، يبقى معنى يتبع تعليم الاسماء انه ايه عرف المسمى. عرف والا قاعد يحفظه كده قاموس بدون شويه الفاظ كده بدون مدلولات يبقى ما علموش. يبقى اذا علم ادم الاسماء، قال له هذا الاسم يطلق على ايه على المسمى. ثم عرضهم على الملائكه. عرضهم، كلمه عرضهم دي خلتنا نفهم ان المعروض الاشياء، وقال للملائكه ما اسم هذه الاشياء، وقال للملائكه ما اسم قولوا لنا على الايه على الاسماء دي. ولا يجوز ان يكون الحق سبحانه وتعالى اداني ثم عرضهم على الملائكه وقال انبئوني باسماء هؤلاء، ويكون اراد اللونين من الاختبار، المسمى والاسم. المسمى والايه والاسم. طيب المسميات اللي موجوده في العالم دي كلها، اللغات اللي موجوده في العالم دي والالسنه، تقول له يا اخي انت تستطيع ان تعرف كيف وجدت هذه الالسنه المتعدده بان تاخذ اقرب الفصائل الى بعضها. مثلا الفرنسية والألمانية والإيطالية والإنكليزية مأخوذة عن إيه؟ اللاتيني. لكن كل لغة بقت لوحدها ولا لأ؟ يبقى إذن برضو مدام خدت الفصائل القريبة دي وقلت إن أفلى هذه اللغات اللاتينية، برضو لما تجيب اللاتينية والسريانية والعبرية ومش عارف إيه هتقول برضو أصلها كده. مدام عرفت تجمع شوية أشياء الآن، بالله قل لي لو أن اللهجات التي يتكلم بها العالم العربي، كل لهجة في كل إقليم عربي دونت بها كتب وأصبحت لغة علم ولغة معرفة، ألا تصبح لغة أخرى منعزلة؟ تصبح إيه؟ بدليل أنك لو ذهبت إلى بلد ليتكلموا بلغة التخاطب فيه فإنك لا تفهم عنهم شيئا. يبقى ما الذي عصم العربية أن تكون عدة لغات؟ ولم يعزم اللاتينية أن تولد منها عدة لغات كالإنكليزية والإيه والفرنسية والطليانية والألمانية. قال لك لأن القرآن ربط جميع العرب بأصوله الفصيحة. الله يفتح عليك. القرآن ربط العرب باللسان الفصيح، ما نقدرش. ليه؟ قال لك لأن اللغة في كل أمم الدنيا مظهر اجتماعي او ضرورة اجتماعية نتفاهم بها، وحين يكون الحظ من اللغة ان نتفاهم بها يبقى اي اصطلاح نتفاهم به من الممكن. الا يتفاهم الاخرس مع الاخرس؟ الا يتفاهم البربري مع البربري؟ الله. اذا ان كان اللغة المقصود منها التفاهم فبأي اداة من ادوات التفاهم نتفاهم. هذا في كل اللغات أن يتفهموا بها. وعلى هذا لا مانع أن تنشق اللاتينية إلى عدة لغات، لكن إحنا مرتبطين بكتاب معجز سيظل معجزا إلى أن تقوم الساعة. فلو أن كل العربية تفرقت إلى لهجات ثم أصبحت كل لهجة لغة لبعد الناس عن القرآن. إذن فقول الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون، يعني هو ده اللي هيبقي لكم لسانكم. القرآن ده هو الذي سيبقي لكم لسانكم، وقول بلسان عربي مبين، ويفضل العرب كده يتيهون على الدنيا جماعة بأن القرآن وإنه لذكر ليه وسوف إيه سوف يبقى ليه، مش هتجي قدام حينما تتشقق كل لغة إلى لهجات أولى ثم تأتي عنجهية عدم التبعية
ايه اللي بيخلي الامريكان دلوقتي بقت لهم لغه انجليزيه دلوقتي هتنفصل اهي وهتبقى انجليزيه امريكاني ليه؟ لان ساعه الذاتيه ما بتستيقظ في النفس البشريه يقول لك هو انا ليه يبقى لغتي لغه انجليز؟ يعني يبقى ليا لغه لوحدها ويعمل لها جرامر لوحدها بقى ويعمل لها بعد مضي مده تلتفت بقى تلاقي ايه؟ بقت لغه ثانيه. فلو ان ذلك نشا في الامه العربيه واصبحت كل بيئه تتكلم بلهجتها، ده انا اذا ذهبت الى قعر الصعيد ما نعرفش نتفاهم. مش اللي بيحصل؟ لما واحد مصري يروح للجزائر عشان يكلمه بلغته ما يقدرش يتفاهم. ولذلك يجب ان تتنبهوا الى ان هناك دعوات ظاهرها فيه الرحمه وباطنها من قبله العذاب، وهي الدعوات التي كانت تدعو إلى أن نؤرخ بالعامية وأن ندون بالعامية وأن نكتب كتب العلم بالعامية. لأن معنى ذلك إيه؟ ستصبح لكل بلد عربي لغة يكتب بها، وحين توجد لغة للعلم وللكتابة وللتدوين وللأدب لغة عامية تبقى لهجة، وبعدين كل لهجة تصبح إيه؟ لغة. نقوم نبعد عن مين؟ نبقى القرآن، والقرآن يبقى زي الهيروغليفية دلوقتي. إذن فالذي عصم الأمة العربية من أن يتشقق لسانها هذا التشقق اللي هو إيه؟ اقرأوا جيدا وإنه لذكر لك. معنى ذكر يعني إيه؟ يعني ينبه الناس ما ينسوهاش. وكذلك نحن الآن ارتباطنا بالقرآن وهو معرب جعلنا نمسك كلنا في العربية. ولذلك حين نذهب إلى أي بلد عربي ونتكلم باللغة الفصيحة القرآنية نفهم عن بعض. فإذا ما أراد واحد أن يتكلم بلهجته ما نفهمش حاجة من بعض أبدا. يبقى إذن القرآن هو اللي عمل إيه؟ عمل هذا الإيه؟ الطلب. يوم خصوم القرآن وخصوم الإسلام يريدون أن يدونوا بالعامية علشان إيه؟ يصبح لكل بلد لغة. وحين تصبح لكل بلد لغه تبقى كل بلد هتعمل لها جرامر بقى مخصوص ويتفص بقى من الايه، لان العاميه بتنشا ايه؟ من ايه؟ لا من اهمال الاعراب اولا. اهمال الاعراب يهمل الايه؟ الاعراب. مش كده كويس؟ وبعدين يجي التصحيف ويجي التحريف. هو لما انت تقول دي بالعاميه هي ايه؟ ما هي اصلها زي، هي زي مش كده؟ ولما تقول ايه اللي كان هنا ما هي اصلها الذي كان هنا، مش كده؟ واللي كانت هنا ما هي اصلها التي كانت هنا، ما هي اصلها كده. وما تقول مثلا هذا الشيء بتاعي، مش بتقول كده؟ بتاعي. ما هي اصلها فيه لهجه ان يقال متاعي، يعني متاعي. الله، تهمله وبعدين تغير ومش عارف ايه، وبعدين تبقى ايه لغه تانية وايه وتبعد. فكان حظ هؤلاء، ومن وللاسف اننا بنسميهم مفكرين وبينسبون إلى الإسلام وينسبون إلى الأمة المصرية التي حضنت اللغة العربية والتي حضنت القرآن وجعلت لغة القرآن أعذب لغة ينطق بها المصري. ما فيهاش رطانة ولا خنافة ولا لية ولا أي حاجة، حاجة كده سبحان الله. ولذلك يقال الناس يقول القرآن نزل بالحجاز مثلا، مش كده؟ وكتب في تركيا. كل خطوطنا الآن في نسخ القرآن إيه؟ تركيا، من اللي هي مش عربية. الجمال الخط ده والهندسة الخطية بتاعت مين؟ بتاعت تركيا، وحفظ في مصر. يبقى إذن كل دعوة إلى هذا، ويجي يدعي دعوة تانية يقول لك إيه؟ ما نكتب بالحروف اللاتينية، ما هي برضو دعوة. أيام ما جم الجماعة المستغربين، مش المشرقين، هم المستغربين دول شر على الإسلام وعلى العرب من المستشرقين، لأن المستغرب إنسان عربي مسلم، فأنا بتقبل كلامه بدون تشكك. لكن المستشرق يمكن أخد كلامه كده يعني وأتشكك فيه وقول ده عدويني، إنما دخلوا لنا من إيه؟ من بيننا. أقول لك اكتب باللاتينية. ليه يا شيخ نكتب باللاتينية؟ قال لك يا شيخ عشان الشكل ده نغير الشكل ده، الشكل ده يتعبنا أول لما نقعد نشكل الكلمة. اقول له يا اخي انت بدك تختصر ولا بدك طب ده انت لما تشوف مثلا الكلمه في كتب مثلا يقول لك ايه كتب وايه كتب، مش كده؟ وايه كتب، ما هي تتنطق كل. نقول له احنا هنعرفها مره واحده، وبعدين تغنيني بره انني اعمل كل حرف وحرف حركه بعده. لان دلوقتي لما تكون عايز تكتبها
لاتيني على اللغه الثانيه، عايز تعمل حرف وتجيب الحركه بتاعته مش كده، تجيب الكاف وتجيب ايه حرف الايه الفتحه مش كده، والتاء وتجيب حرف ايه الفتحه، يبقى زودت حروف ولا ما زودتش؟ يبقى بدل كتبه ما تبقى كم حرف كده؟ هيبقوا مثلا سته. لا وفي حروف بقى ملهاش لازمه، بتيجي مالهاش لازمه اقول لك اسبلها ولا مش عارف بقوله عليها ايه، اسبل وتقعد تقع حرف ده ما ينطقش وده ينطق. وبعدين قال لما اذا وجدوا في العربيه الف قدام واو الجماعه يقولوا بتعمل ايه الالف دي؟ قال هي دي اللي وقفت في زورهم. الله، طب ما تشوف احنا الكلمه كم شبر وبينطق منها كم حرف، اشمعنى ما اتكلمتش فيه دي؟ لكنهم يريدون ان نكتب باللاتينيه لنبعد عن ايه؟ عربي. الاصل عربي. يبقى انتم عصر السرعه، السرعه في انني انا صحيح اتعب في ان افهم، اذا اردت الحدث حول كتبه مش كده، واذا اردت المسرح حول ايه كتب، واذا اردت الجمع حول كتب، هي مره واحده هعرفها وبعدين تخف عليها في الايه في الكتابه. يبقى انتم مش بتوع عصر السرعه بقى، انتم عايزين لسه ان ايه يبقى النيه الخبيثه كانت تريد ان نكون هكذا. يبقى لنا لغه، لكل قطر لغه ايه مستقله. يبقى اذا اللي موجود في العالم ده كله علشان تعرف ان اللغه اللي تكلم بها الانسان لو كانت لغه واحده مفهوم، وبعدين تفرعت لهجات الاول، وبعدين اللهجات الذاتيه ابتدت تستيقظ، وكل جماعه حبوا يعملوا لهم ايه لغه، يعملوا جرامر مخصوص ومش عارف ايه وبتاع، زي ما طلعت الالمانيه والفرنسيه اللي طالبين من اللاتينيه ولا لا. يبقى اذا كل لغات العالم لما تقعد تردها كده هتنتهي الى ايه؟ الى لغه واحده، هو الاصل الايه والاصل المعلم، الاصل المعلم لمين؟ لادم. او ان الحق سبحانه وتعالى عرض المشخصات التي لا تختلف باختلاف اللغات، لانه لما يجي الاسم نشوف المسمى ويعلمه هتعمل المسمى، هتعمل بالمسمى ده ايه. يبقى مثلا حصان، حصان ادي الاسم خلاص، هات المسمى بتاعه اهو كويس كده، طب هتعمل بو ايه؟ يبقى عايزين كام حاجه، لان تعليم الاسم مع المسمى بدون ان نعرف هو بيعمل لنا ايه يبقى برضو كلام ناقص. فهل الذي عرض هي الخصائص التي لا تتغير بتغير اللغات؟ احنا شفنا مثلا الحصان بيتغير استعماله في العربيه عن الانجليزيه عن طب الميه بيتغير كل الطباشير. إذن فالمعلم هو الخصائص التي لا تتغير بتغير الألسنة. الله. مفهوم؟ وبعدين هم بقى باللغة اللي خدوها الأول يقعدوا يستغلوها ويوضعوا إيه؟ ويوضعهم في مبلغ، لأن لما قامت الضجة حول هذا، هل اللغة توقيفية ولا تواضعية؟ توقيفية يعني سمعناها فنطقنا بها كما سمعناها، أو تواضعية اتفقنا عليه. إحنا اتفقنا على إننا نسمي هذا إيه؟ كوب، ونسمي اللي جوه ده ايه ماء، اتفقنا اهو. فلما اقول كوب يبقى علم عندكم انني اريد الزجاجه ماء، يبقى اريد ما الان عرفنا معناها ايه مش كده ولا لا. يبقى حين يحتاج الى التواضع، التواضع ده هو الاتفاق. الا يحتاج الى لغه نتفهم بها؟ احنا هنقعد كده ونقول يا جماعه عايزين نتفق على اسم لدي، اتخطبنا ولا ما اتخطبناش؟ طيب الكلام اللي احنا اتخطبناه ده جبناه منين؟ يبقى اذا ما دام كل كلام نتواضع به على شيء يحتاج الى ان نعرفه، طب هنتواضع عليه ونقعد نتواضع لامتى ان شاء الله كده؟ يبقى لابد ان ننتهي الى منطقة سمعنا فيها الكلام بدون تواضع وبدون لغة. اول كلام جي عرفناه، ولذلك قلنا الاذن هتحكي ما يسمع اللسان، هيحكي ما تسمعه ايه؟ ما تسمعه الاذن. يبقى اذا قول الحق وعلم ادم الاسماء كلها، الكليه اضافيه يعني كل الاسماء اللي محتاج لها في ايه؟ في ايام. وهو يستعمل هذه في ان يتفق على اشياء اللي تجد بقى ايه. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الايه؟ على الملائكه، فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه صادقين. طب صادقين في إيه؟ في تشكك جدا تجعلوا فيها من قالوا إيه سبحانك، أي برضو تنزيه لك أعلى تنزيه،
لا علم لنا إلا ما علمتنا. يبقى إذن هذه من الملائكة نفت العلم الذاتي. ما فيش حد عنده علم إيه؟ يبقى كل علم معلم. كل علم إيه؟ كل علم معلم. وإن أردنا إن اللي علمني واحد علمه، طب واللي علم اللي علمني واحد علمه، طب سلسلها بقى كده ستنتهي إلى غير نهاية، وهي لا بد أن تصل إلى نهاية. إذن فلا بد أن يوجد معلم لم يعلم. ولذلك اسمع إن شئت قول الله، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جاب هنا الأكرم لأن علم غيره من باب كرم بس، إنما هو أكرم. إنما هو إيه؟ أكرم، لأنه علمني. أنت بتعلمك واحد زيك، إنما هو بدأ كده من عنده. اقرأ وربك الأكرم الذي إيه؟ علم بالقلم علم الإيه؟ الإنسان ما لم إيه يعني. يبقى إذن العلم لا يوجد فيه دلالات ذاتية، وإنما هو إيه؟ معلم. فإن قلت إننا نشاهد ألوانا من العلوم تنشأ الآن، ألوان من العلوم ومخترعات تنشأ نتيجة لهذه العلوم، مفهوم ولا لا؟ وهي من صنع مين؟ صنع البشر. نقول له لو أنت أردت أن تسلسل أي شيء لسلسلته إلى الأصل الذي علم ولم يعلم. ليه؟ لأن احنا قلنا إن كل الابتكارات دي خدت من مقدمات موجودة، من مقدمات إيه؟ يعني هبوا أن عصر البخاري جاء، عصر البخاري قيل إن إيه؟ اخترعوا البخاري. نقول له لا لا لا، ده هو الغفلة اللي كانت عنده زمان لظاهرة كونية تنبه لها، بدليل ان الاصل في قوة البخار وتسيير عصر البخار كله ايه؟ مش واحد شاف غطاء القدر يرتفع كده الله، فقال ايه اللي بيرفعه ده؟ فوجد البخار اللي مكتوم ده عمال بايه؟ قال الله، اذا انا لو خدت القوة دي انا استطيع ادفع بها حاجة، ولما تكون على عجل تبقى قوية قوي، ده على عجل من لمسة واحد بتمشي، يعني تحطه على العربية بالعجل 10 رادب، لما يجي واحد يشتال يدوب يشتال رداب، وعربية عيل يعملها كده تنزل. تبقى كلمة العجل دي، العجل دي رخرة اختراع يعني عجيب. شوف العجل طيب. وبعدين جاب هو ولا عايز دي قوة البخار، قوة الايه بس، عايز وقود عشان يعمل مراجل كبيرة، والمراجل الكبيرة دي عايزة وقود بقى فحم ومش عارف وايه وايه علشان يقعد يغلي المية، وبعدين بعد ما تغلي المية هتعمل ايه؟ تصنعوا الايه؟ البخار. يقوم البخار يعمل ايه؟ اهو انت ساعة ما بيقوم القطر دي ولا بيقوم الآلة البخارية ولا الى اخره بيعمل ايه؟ يفسح للبخاري ان يحرك العجل، يمشي على العجل بتاعه ويمشي. طيب هو البخار ده قبل ما نستعمله قبل ما نفهمه كان موجود ولا مش موجود؟ اذا ما يقالش انك اخترعته، انت اكتشفته، اكتشفت القوة اللي موجودة فيه. ولذلك قلت لكم ان الاسلام حينما جاء ليعرض العلم التجريبي او العلم المادي، انه بيقول لنا ان فيه ايات في الكون يجب ان لا تمر عليها مرور اعراض، بل بصوا لها كويس قوي عشان هتستنبطوا منها ما يعطيكم اكثر الثمار باقل مجهود. اكثر الثمار باقل مجهود. وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه؟ اكنه بيقول اوعوا تعرضوا عن اي آية، لان كل آية لما تبص فيه هتديك ايه؟ اهو الراجل اللي قاعد يبحلق كده بتاعه البخار اخترع لنا البخار ولا لا؟ الله، الارشميدس لما قاعد يبص كده والحوض الحمام هو دخل فيه قامت الميه ايه؟ قال ايه اللي طلع دي؟ اشمعنى دي طلع؟ وقعد يشوف الحجم بتاعه والميه الماء المزاه طلع عليه البواخر اللي عماله تنخر وباب الايه؟ والغواصات ايضا، ما تقولش اللي بيعوم بس، والذي يغوص ايضا، لانه معنى بيغوص يعني ايه؟ يعني ان هو يملاه ميه لحد ما ايه؟ يتقل عن اكثر من حجمه. خد بالك يروح غصان
عايز يخفه بقى ويقببه يقوم يفتح حاجه كده تطلع الايه الميه. كل ما يطلع شويه ميه شويه ميه شويه ميه تخف ده وتطلع ميه. اذا فسواء عام او ايه او غطس يبقى برضو واخد من ظواهر الكون ولا لا؟ قانون الجاذبيه مثلا مش برضو من تفاحه سقطت؟ اذا ما تقولش بقى ان الحق سبحانه وتعالى انت بتبتكر حاجه، انت بس بتبص في الكون وتاخد من ماده الكون اللي مخلوقه دي وتطلع الحاجات دي كلها. يبقى اذا كل علم ايقال للرجل الذي يبرهن على النظريه 100 ان هو اهمل النظريه الاولى، ولا المية استغل النظريه 90 و90 استغل 80 و80 استغل 70 هي مش كده، والاولى والثانيه استغل الاولى. طب والاولى الله والاولى جابها نظريه ولا بديهيه؟ بديهيه يعني ايه؟ بديهيه بالافير مش كده؟ بالله بديهيه يعني لانها موجوده في الكون. اذا فكل اختراع مهما كان معقدا مرجعه ومرجع ميلاده الى سلسله موجوده في ماده الكون، ولكن من يتنبه لها؟ لهذا طلب الله منا في الايات اننا ما نمرش عنها بايه؟ ما نمرش عنها بايه؟ باعراض. يبقى اذا ما دام كل ذلك مطمور، انا قلت لكم في حلقه مره قلت فيه فرق بين ان يوجد شيء بالقوه وان يوجد شيء بالفعل. النواه مش قلنا انها هي ايه؟ نواة. إنما نخلة بالقوة ولا لا؟ يعني إذا غرستها وديتها البيئة بتاعتها تطلع نخلة مش كده ولا لا؟ لما تبقى نخلة تبقى نخلة بالإيه؟ بالفعل. فكأن معلومات الكون إلى أن تقوم الساعة موجودة في الكون بالقوة. اكتشاف العقل لها بالنظر في الآيات يجعلها موجودة بالإيه؟ موجودة بالفعل. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى هو الذي علم إيه؟ علم الإنسان ما لم يعلم من أعقد النظريات التي ستجد فيما بعد، أو الحقائق العلمية التي تجد فيما بعد قبل قيام الإيه؟ قبل قيام الساعة. تقدر تنسوها كده تقول دي متخذة مندي ودي متخذة مندي إلى أن تصل إلى إيه؟ إلى أمر بدهي، ومعنى بدهي يعني كل واحد يراه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى هو المعلم الأول، هو الايه المعلم الايه. ولذلك شوقي لما قال سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى مش كده، ارسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الانجيل مش كده، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. شوف الدقة في الاداء، الحديث لانه من عنده يبقى ساقاه، انما القران لانه من الله يبقى ناوله لنا بس. شوف دقه الاداء في قصيده قم للمعلم ايه، وفيه التبجيله كاد المعلم ان يكون ايه، الى ان يقول سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى. فكانه نسب كل علم الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك جاء باشرف العلوم وهي علوم التعريف بالله، ارسلت بالتوراه موسى مرشدا وابن البتول فعل. ليه؟ لان قصار العلوم الاخرى انها تصلح لنا في دنيانا بس، انما العلم بقى اللي له حقيقه قيمه علم المعرفه بالله وبالاخذ عن الله كده. فقال ارسلت بالتوراه موسى مرشدا، كل رسول واخد ايه حكمه الطبيعي، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول إيه التنزيل. يبقى إذن كل علم في الوجود لا يقال اخترع وإنما يقال إيه اكتشف، ومعنى اكتشف أنه كان موجود في إيه في الكون، إما بالفعل ونحن لا نتنبه له كالبخاري مثلا، وإما موجود بالإيه، وإما موجود بالقوة كالأشياء التي تتوالد نتيجة لأشياء. فلا يقال أنك أحدثت الآن نخلة لأنها جاء من النخلة الأولى، ولا أحدثت تفاحة لأنها جاء من الإيه. يبقى إذن الواجب أن نعلم أنه لا يوجد لمخلوق علم ذاتي. ولذلك الملائكة قالوا إيه سبحانك تنزيها لك عن أن تكون معلما، أنت معلم، لأن العلم اللي عندنا منك أنت، ولأنك أنت ما قلت لناش على المسميات دي والأسماء ما عرفناهاش. سبحانك لا علم لنا إلا إيه على طريق الإيه
إنك أنت الإيه؟ العليم. كلمة الحكيم. الحكيم. العليم الحكيم. العليم الحكيم. العليم الحكيم. إن شاء الله. العليم الحكيم. هو حتى المناسب هنا حكمة. لإيه؟ لأنك أنت لما تيجي للعليم دي مبالغة في الإيه؟ في العلم. ومبالغة في الإيه؟ في العلم. ولذلك لما يجي يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. لأن ذي بمعنى صاحب زي ما بيقولوا. يبقى فيه فيها هو واحد وموصوب بالإيه؟ ذي علم صاحب إيه؟ إنما كلمة عليم مطمور في الذات. مطمور. يبقى ده للعلم الذاتي وده للعلم الايه المكتسب. قلنا صاحب علم. صاحب علم يعني ايه؟ علمه من ايه؟ انما عليم يعني ذاتي. عليم يعني ايه؟ هنا بقى نقول ايه؟ حكيم. تعرف كلمة حكيم دي مأخوذه من ايه؟ الالفاظ اللي استعملها القرآن الفاظ من واقع الحياة العربية. الحياة العربية كان الحيوان المدلل فيها اللي هو الايه؟ الحصان. وبعدين الايه؟ الجمل. صحيح الجمل اذا اردنا المشوار الايه؟ البعيد وحمل اثقال كتيرة لانه صبور ولانه انما اذا اردنا الخفة والسرعة يبقى الحصان. مش كده؟ يقوم لما يجي عشان يروض الحصان ومعنى يروضه يعني ايه؟ يحكم حركته. يحكم حركته ازاي؟ يقوم يجيب اللجام ويجي للحتة الحديدة اللي بتتحط على اللسان دي يسموها الحكمة. دي الحكمة. يعني ايه؟ يبقى حكمته. عايز تشد تروح شديدة كده. يبقى اذا العليم حكيم. يبقى معنى حكمة هي ايه؟ الحكمة ضد السفة. السفة هو أن تصنع الشيء بدون دراية، لكن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه الحق. في موضعه الإيه؟ وما دام موضعه الحق يبقى ما يجيلوش باطل أبدا. ما دام موضعه الحق ما يتناقضش. الحق ما يتناقضش أبدا مع أي واقع آخر إلا مع باطل. يبقى إذن الحكمة أنك أنت تضع الإيه؟ الشيء في موضعه الإيه؟ صحيح. وما دمت قد وضعته الموضع الحق يبقى مش ممكن يجيله ايه؟ باطل. يجيله باطل ابدا. ولذلك ادي معنى ذلك بان الله هو الحق وان ما يعبدون من دونه ايه؟ باطل. مش كده ولا لا؟ يبقى الحكمة ضد السفة وهي انك انت تضع الشيء في موضعه الحق الذي لا يأتيه باطل لا من بين ايده ولا من ايه؟ ولا من خلف. من مأخوذ من ايه؟ لانك انت لما تركب الحصان امرار عايز تهدي مش كده ولا لا؟ وامرار عايز تسرع. فلما ما يكونش له سرع والجام وحكمة شكمة يقوم يعمل ايه؟ لسه متوحش مش مرتاض ما تقدرش تقوم. ايضا بتحكمه حتى تكون حركته مطابقة لما تتطلبه من الحركة. تكون الحركة بتاعته. ومن هذا أخذت الحكمة بقى. أخذت الإيه؟ والحكمة دي تجدها إيه؟ هي التي تحكم كل الفنون. تحكم إيه؟ حكمة في النحو إن ده يبقى فاعل لما نرفعه وده مش عارف مفهوم. حكمة في الفقه إن ناخد الحكم ده مستنبط مش عارف إيه. ما مش كده ولا لا؟ الله. اذا مع الحكمه دي هتمشي في الهندسه مثلا. انت عايز تبني مستشفى مثلا غير ما تبني مسجد غير ما تبني بيت للشقق غير ما تبني فيله غير ما تبني ايه قصر. يبقى ساعه ما بيصمم بيقول له هتعمل دي ايه. ولذلك لما بنيجي نلفق بقى وناخد بقى شقه ونعملها ديوان تلتفت تلاقيه ديوان ممسوخ ولا له طعم. مش كده ولا لا؟ ملوش ايه؟ قاعدين كده في شقه وبتاع ملهاش طعم كده. انما مثلا ديوان مبني زي المجمع مثلا زي وزاره مثلا الاوقاف زي وزاره الداخليه مبني لهذا الايه؟ طيب اذا كنت عايز ديوان غير ان عايز مستشفى غير عايز مدرسه غير عايز مسجد. الله.
يبقى اذا الحكمة انك انت ايه تصمم التصميم المناسب لايه للمطلوب. لما تيجي تلفق بقى نقول لك دي بقى مبنى ضرورة. مبنى ايه؟ مبنى ضرورة. يبقى العليم الحكيم الكون ده مخلوق خلق بحيث ان هو مخلوق على هيئة الحق لا يتسرب اليه ايه باطل ابدا. لمين؟ لان من اللي عامله الله اللي هو عليم وايه وحكيم. وكلمة حكيم دي بقى تدينا حاجة تانية. اولا كونه علم ادم اشياء ما عرفوهاش الايه الملائكة ده يدل على واسع علمه وانه لم يعطي كل علمه لخلقه سبحان الله. لا يزال عليم ويقعد يدينا بالقطارة على قد من على احتياجنا على قد الاحتياج معال. ولذلك قالوا له لا علم لنا الا ايه لو كان ذاتي كنا نعرف. انما ايه انك انت العليم. يبقى ما دام انت العليم علمك ذاتي واحنا بعلمنا مش ايه ما دام ما عرفتناش مش هنعرف. بدليل انك عرفت ادم فعرف وما عرفتناش ما عرفناش مش كده ولا لا. وكلمه الحكيم بقى جاي هنا ليه؟ صحيح هيبقى كل شيء بايه زي ما قلنا قدر فايه قدر فهدى. نقول علشان ما يبقاش ده منهم اعتراض عليهم فانه اشمعنا علمناهم ده قال لادم وهو ما علمناش. قال لك لان دي ما كانتش لها ضروره عندكم. احسن يبقى الحكمه ان كنتوا ما تعرفوش لان ما لهاش ضروره عندكم. ما لهاش ضروره عندكم. لما خلق ادم وابتدانا بقى ان خلاص وانتم عرفتموها بس بايه بايه لا من الادنى. شوف شوف بقى شوف شوف عركه الانف عركه مين. لا لان لما يكون من الاعلى يمكن الاعلى ياخد له صفه نقول له لا. لا يزال الكل مردود الى ربه. الكل مردود الى الله خلاص. امورنا جميعا مردوده اليه وامره ليس له رد وامره. يبقى انك انت العليم الحكيم جاء في موضعها. يعني ما بنلومش انك انت يعني عملت لنا المطب ده وخلتنا نسقط كده في الامتحان. ده لازم لحكمه يا رب. لازم لان اعمالك كلها ايه اعمالك كلها الايه لحكمه. طيب ما دام بقى ثبت كده شوفوا بقى الارضيه التي يبني الله عليها تكاليفه لخلقه. هيقول لهم اسجدوا لآدم. لازم يعطي لآدم مزية تفضل بها عليه عشان تبقى في حيثية للأمر بالسجود. في حيثية للأمر بالسجود. هنسجد لمين؟ هيسجدوا لآدم. سجدوا لأمر آدم أم لأمر الله؟ لأمر الله. لأمر مين؟ الله. يبقى حين يسجدون مش سجدوا بأمر آدم بأمر الله. ده بأمر من الله. والسجود لمين؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى. تعظيما لأمر الله. الله وربنا حب يعملها كده لأن هؤلاء الملائكة ستكون لهم مهمة مع ذلك العنصر الجديد البشر. الناس هيبقوا مدبرات وهيبقوا كذا وهيبقوا كذا. فمظهرية الخضوع التدبيري التسخيري انهم مسخرين له انه ايه يسجد. يبقى ما فيش واحد يقول لي كيف يكون السجود لغير الله. يقول له السجود الممتنع لغير الله ان يكون بامر غير الله. الله ان يكون بامر غير الله. بامر غير الله مفهوم. انما حين يقول اسجدوا لادم يبقى الطاعه لمين؟ لله سبحانه. الطاعه لمين؟ هنعظم ده ما بنعبدوش. لان العباده هي ايه؟ الائتمار بامر الائتمار العابد بامر المعبود. وما دام ربنا قال لهم اسجدوا يبقوا ائتمروا بامر مين؟ يبقوا عبدوه ولا لا؟ والممنوع ان نكون السجود عباده وهنا السجود غير عباده. حين اصلي للقبله انا اصلي لها بامر من؟ بامر الله. يبقى اذن الممنوع ان يكون الامر لغير الله بامر غير الله. انما امر الله لغيره منه
يبقى هي دي العبادة، هي دي الايه؟ العبادة. ولذلك الملائكة نزلهم قالوا ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب ده انتوا طبيعتكم كده، يبقى اذا ما فيش فيه ايه؟ يبقى حين يقول الحق سبحانه وتعالى للملائكة تسجدوا لآدم، نقول كيف يسجد لآدم؟ نقول انه سجد لآدم لا بامر آدم ولا بامر غير الله، وانما سجد لآدم بامر الله. تبقى العبادة لمن؟ لله. تبقى العبادة لله، العبادة لله على الأول. طيب اسجدوا لآدم فسجدوا، وهم لا يعصون الله ما ايه؟ ويفعلون ما يؤمرون. احنا كنا قلنا في حلقة تنبهوا شوية، ان احنا قلنا ان لما يقول فسجد الملائكة كلهم او كلهم اجمعون او الى اخره بالصور الاحاطة الكلية الاجماعية دي، معناها اي ان الملائكة الذين لهم صلة بهذا المخلوق الجديد الكلية في صورهم هم، الكلية في صورهم هم مش كلية مطلقة. لان لما اجي مثلا اقول مثلا لطلاب كليه الحقوق اللي في الليسانس مثلا اللي يتخرج منكم السنه دي انا حبيب، بتاع سنه اولى ما ينفعش ما يجيش وياني، بتاع سنه ثانيه ما يجيش، بتاع سنه ثالثه يبقى نخبط على مين اللي هيتخرج السنه دي. يبقى الكليه يبقى هي صحيح كليه، انما اسمها كليه اضافيه. ايه؟ كليه اضافيه بالاضافه لمين؟ للملائكه الذين لهم صله بالبشر. ولذلك هناك حيقول لآدم برضو في قصة، برضو في تكرار قصة، يقول له أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت معنى استكبرت يعني كان الواجب أن تأتمر بالأمر، فحين لم تأتمر استكبرت أن تسجد. أيوة، ما بقول لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين. ايه يعني من العالين؟ اي لان العالين ما كانوش مأمورين بالسجود، فهل انت حطيت نفسك في حطيت نفسك في العالين الذين لم يؤمروا بالسجود؟ انا قلت للملائكه، انت للملائكه هم الاضافيين مش لكل الملائكه، ما اوعى تغريك كلمه ايه فسجد الملائكه كلهم اجمعون. قول الكليه هنا والاجمعون دي ايه؟ اضافيه، اي بالنسبه للملائكه الذين لهم صله بهذا المخلوق الجديد، مفهوم؟ اذا ففيه ملائكه زي ما قلنا المهيمون، ولا يضر عن ادم ده ايه ادم ما لهمش شغل الا تسبيح الذات، مفهوم؟ لهم ولا يعرفوا الحكايه دي خالص. فهو بيقول له بقى انت استكبرت ان تسجد لادم، ولا كنت من العالين الذين لم يشملهم امر السجود وغرك موقفك من انك طاووس الملائكه وانك كذا وانك كذا، قلت لا ده الامر ده مش ايه مش لي كلام على هنا بقى ما تعرضش للسبب في انه عصى. طب الامر موجه الى من؟ للملائكه ان يسجدوا لادم. يجي واحد يقول لك يا اخي ما دام هيقول في سوره الكهف الا ابليس كان من الجن، فلماذا يؤاخذه الله على انه لم يسجد لادم؟ لان الامر لمن؟ للملائكه مش كده؟ يبقى الامر لمين؟ للملائكه. نقول له الكلام ده لو انه لم يقل اسجد لمن خلقت طينا انا خير منه فكانه ما بيعترضش على انه داخل فيه، والا كان يقول له ايه؟ انا وما ادخلني انا، انت تامر الملائكه وانا لست من الملائكه، مش كده كان الرد؟ لكن هو قال ايه؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، اسجد لمن خلقت ايه؟ من خلقت طينا. الله، ده انت عللت عدم السجود، فكأنك تيقنت أنك داخل في الأمر بالسجود. لكن كيف دخل في الأمر بالسجود؟ يدخل إزاي مع أنه قال إلا إبليس كان من الإيه؟ من الجن. حين يوجد إن اعتبرنا أن جنس الشياطين أو الجن دون الملائكة، لأن الجن يطيعون ويعصون، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى معنى ذلك أن الجن أقل مرتبة من مين؟ من الملائكة. إذا وجد الأدنى في حضرة الأعلى ثم أمر الأعلى بالسجود، يبقى الأدنى داخل ولا مش داخل؟ بالله لو زي ما ضربنا مثل مرة
وقلنا ساعة ما يجي السيد رئيس الجمهورية أيها الوزراء قفوا تحية له. الوكلاء والوزارات اللي قاعدين والمديرين العام ما يدخلوش ولا ها؟ يعني بالله الوزراء كده يقوموا هم دول يفضلوا قاعدين؟ الله. إذا كنت تعتبر نفسك أدنى فكان يجب أن تعلم أن الأمر إذا أطلق إلى الأعلى كان يجب أن تطيع لأنه. أدي واحد. شيء آخر أن إبليس قالنا طاووس ملائكة. معنى طاووس يعني إيه؟ قلنا إنه يعني الطاووس ده هو الطائر المزهو بريشة. بشيشه الجميل كده وينفش ريشه كده ويمشي إيه؟ جرك الطاووس زي الإيه؟ الخيلاء. قال لك لما انعمل طاووس الملائكه ليه ايه المنزله دي جالها ليه كده والملائكه بقت يعني تحترمه وربنا وضع له اداله وضع كده اعلى من الملائكه وطاووس ملائكه ايه يعني؟ قال لك ايوه لانه اذا كان من الجن فهو محكوم بقانون الاختيار له ان يطيع وله ان ايه؟ ان يعصي. الملائكه ما يقدروش يعصوا وهذا نفذ أمر الله وأحكامه كالملائكة تمام لا يعصي لله أمرا ولا يمتنع ولا يصنع معه نهيا مع أنه دكم مقهورين على أن يكونوا كذلك. إذن فلا مجاهدة فيه لنفوسهم وده فيه مجاهدة لأنه صالح أنه يطيع وصالح أنه إيه يعصي ومع ذلك امتثل أمر الله كما امتثلته الملائكة. مفهوم؟ يبقى إذا ما دمت أنت عملت كده مع أنك أنت إيه مختار وبعد ذلك أطعت الله طاعة الملائكة وامتنعت عما نهاك عنه امتناع الملائكة وجعلناك إيه طاووس وسيد لأنك أنت مختار ومع ذلك قدرت تحكم إيه فالمجاهدة منك. يبقى أنت بقيت أعلى بقى. طب ساعة ما تيجي أعلى بقى كده ويجي أمر بقى من الله كان يجب أنك تحافظ على. إذن فإن كنت من هنا لازمتك الحجة ومن هنا لازمتك الإيه الحجة. ما إن كنت منزلتك أعلى من الملائكة كان يجب أن تبادر لأنك جعلناك طاووسا ومعنى طاووس أنك أنت خير من مين؟ خير من الملائكة وفوقهم. كان يجب بقى لما يتوجه أمر للملائكة تكون أنت إيه محافظ على أوليتك دي إنما نعملك الأول وبعدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا إن شاء الله من اللقاء بكم ما نجلي به هذا الموضع في لقاء آخر إن شاء الله.